أعطى السيد أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لانطلاق سباق النيل الأول للدراجات، والذي يقام في الفترة من ديسمبر الجاري للمنافسة في 5 مراحل، وسط مشاركة 41 متسابقا من 6 دول، هي مصر وكينيا وبوروندي وأوغندا وأريتريا والجزائر. وقد حضر بدء انطلاق السباق الدكتور محمد وجيه عزام، رئيس الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي للدراجات والنائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للدراجات، كذلك اللواء اشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظه، بجانب السيد ناصر سليم وكيل وزاره الشباب والرياضه، بالاضافه الى اعضاء الاتحاد. وأكد السيد المحافظ على أنه تم إعطاء توجيهات لمختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات واستثمار الإمكانيات وتسخيرها بشكل جيد ومتميز، مع تحقيق التكامل والتكاتف بين كافة الجهات لظهور هذا الحدث الهام بالشكل الراقي والمبهر الذي يليق مع المكانة التاريخية والحضارية لأسوان، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الاتحاد المصري للدراجات لإنجاح هذا الحدث.